السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا نادية عبد السلام ودي قناتي. لو أول مرة بتشوفوني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل يصلكم كل جديد. فيديو النهاردة هعمل معاكم فيه الفتة المصرية على أصولها، عيد الأضحى يعني فتة ولحمة. إن شاء الله هعملها معاكم بطعم ولا أروع، وكمان ريحتها هتجيب لآخر الشارع. يلا بينا نشوف عملتها إزاي. وعلشان اخد احلى طعم اللحمه هنشوحها قبل ما نسلقها. هضيف معلقه كبيره من السمنه وورقتين من اللورة وهنزل عليهم باللحمه، هنزل بقطعه قطعه علشان الحله ما تبردش مني. انا كده بقفل مسام اللحمه علشان تحتفظ بالعصاره جواها وتبقى جوسي وطعمها حلو. هوسع مكان لباقي اللحمه وبرضو هنزل بيها قطعه قطعه. اللحمة اللي ضفتها في الأول أخدت لون، هقلبها على الجنب التاني. وبعد ما اللحمة كلها تلون هبتدي أحط باقي اللحمة. أنا هنا كنت ضفت باقي اللحمة كلها اتشوحت بالشكل ده، هنزل عليها ببصلتين صغيرين وكام شريحة من الجزر، وهضيف نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. هشوحهم مع بعض تشويحة سريعة لان خلاص اللحمه مبقاش فيها ميه، هبتدي اضيف لها الميه السخنه. اضافه الميه السخنه بتسرع من عمليه السوى. هزود ميه لحد ما اغطي اللحمه. هضيف رشه كمان من الفلفل الاسود وهغطي الحله واسيبها على نار متوسطه لحد ما تكمل سوى. هحضر العيش للفتة. ده عيش بلدي قطعته مكعبات، هوزعه في الصاج وهحطه في الفرن تحت الشواية، وهخلي بالي منه وهقلبه كذا مرة لحد ما يتحمص. لعمل صلصة الفتة هضيف راس توم صغيرة مفرومة على معلقتين كبار من السمنة وهشوحهم. هشوح التوم لحد ما ياخد لون ذهبي فاتح، كده لونه مظبوط. هضيف عليه ربع كوباية من الخل، ريحة الخل مع الثوم حلوة جدا. أنا هنا كنت نقصت شوية من الشوربة، هنزل عليها بنص كمية الثوم علشان تاخد طعم حلو. وباقي الثوم هضيف عليه الطماطم، ده عصير نص كيلو من الطماطم. هضيف عليه الملح ونص معلقة صغيرة من بهارات اللحمة ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وكمان هضيف نص معلقة صغيرة من السكر ومعلقة صغيرة من هريسة الشطة علشان الصلصة تبقى سبايسي، وده أحلى حاجة فيها. اللحمة كده خلاص استوت، هنشيلها من الشوربة. علشان احمرها في طاسه او في صينيه هضيف معلقه كبيره من السمنه وهنزل عليها باللحمه. وهضيف عليها كبشه من الشوربه، لما اللحمه تتشرب الشوربه هتتحمر وتاخد طعم حلو، وكده اللحمه بتفضل طريه. مش هقلب اللحمه الا لما اللحمه تتشرب كل كميه الشوربه اللي انا ضفتها. شايفين كده شربت كمية الشوربة، ما فضلش غير معلقة السمنة في الوقت ده كانت اتحمرت. هقلبها على الجنب التاني. وهبهرها بالملح والفلفل. وهضيف كبشة كمان من الشوربة علشان الجنب التاني يتحمر بنفس الطريقة. صلصة الخل والثوم كانت خلاص اتسبكت والشوربة كمان غلت، لازم الشوربة تغلي قبل ما اعمل بيها الفتة. وكمان الرز استوى وكل الاكل بقى جاهز. هوزع عيش الفتة اللي انا حمصته في طبق التقديم وهضيف عليه الرز. انا ما عملتش الرز معاكم علشان ما اطولش عليكم، واكيد كلنا بنعرف نعمل رز. وهوزع كبشتين من الشوربة على الرز عشان أنا مش عايزة العيش يطرى قوي. أحلى حاجة في الفتة لما العيش بيبقى فيه جزء طري وجزء مقرمش.
وهضيف صلصة الخل والثوم، ريحتها حلوة جدا وأكيد الطعم أحلى. وكده يبقى مش فاضل غير اللحمة، هوزعها فوق الرز عشان أجمل بيها الطبق. أحلى طبق فتة مصرية تاكلوه أول يوم العيد، جربوه على طريقتي إن شاء الله هيعجبكم جدا. ولو وصلتم لحد هنا من مشاهدة الفيديو بشكركم جدا، وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. وكل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد علينا وعليكم، واستنوني في وصفة جديدة، وباي باي.